هل في أكلات بالفعل تبعث على التوتر؟ نعم. مثل شو؟ يعني الأكل ممكن يوترنا. صحيح. طيب هو الأكل صحيح وله أهمية في حياة الإنسان. هو يمدنا بالطاقة والفيتامين والمعادن، بس يعني لا يقتصر على هالوظيفة. فكثير من الأطعمة ممكن يكون لها تأثيرات سلبية على الحالة النفسية. جميل. فمنها كثير يعتقدون إن التوتر والضغوطات يعني أشياء تستوي مواقف في الحياة إنها هي سبب القلق والتوتر. بس لا، إن أثبتت التجارب إنه في بعض من الأطعمة هي تسبب التوتر وتقلب المزاج. لا حول ولا قوة. نعم. هذا الشيء ما كنا نعرف عنه. إن شاء الله اليوم بتعرفوا عنه. أنا أشوف محضر أشياء كثيرة يعني اليوم، شو الأشياء اللي توترنا يعني؟ أوكي، نبدأ بالأملاح. الملح والأطعمة المملحة هي من الأشياء اللي تسبب التوتر. فإذا أنت كثرت من تناول الملح أو الأطعمة المملحة اللي هي بتكون موجودة في المعلبات، البسكويتات المملحة، بعض الأسماك المملحة ورقائق البطاطا، فتؤدي لاضطراب في المعادن بالذات البوتاسيوم، فتؤدي لخفض البوتاسيوم، والبوتاسيوم من المعادن المهمة جدا في إنها تلعب دور في الجهاز العصبي. فهذه بتزيد احتمالية إن الشخص يتوتر إذا قل البوتاسيوم. سبحان الله. نعم. غير الأملاح، توجد الكوفي، هي فيها نعم فيها كلام كثير. الكوفي إن يعتقدون البعض أو كما هو شائع أو معروف إن القهوة أو الكافيين من الأشياء اللي تقلل من حدة التوتر. فعادي أنت ممكن تأخذ قهوة وتقول لي مزاجي تعدل، بس بعد نص ساعة أو تلك ساعة تقول لي مع أني شربت قهوة قبل شوية، فليش مزاجي الحين مش أوكي؟ صح. فكمان نفس الشيء، أنه في تجارب أثبتت أنه الكافيين اللي موجود بالقهوة أو الشاي أو الغازيات هو بيأثر على الكورتيزون. يعني نشرد من أعباء الحياة نلقى القهوة والكورتيزون طبعا مهم، هو هرمون مهم جدا في الأحاسيس اللي هو التوتر والقلق وكذا. جميل. فكل ما يزيد معدل الكورتيزون، كل ما يزيد تناول الكافيين يزيد معدل الكورتيزون وبالتالي يزيد التوتر. في شيء ثاني بعد لازم نحذر منه يوترنا؟ نعم، الأطعمة المنخفضة الألياف أو قليلة الألياف هي كمان بتأثر في مستوى الكورتيزون، فبالتالي بتسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي وبتسبب اضطرابات في عمليات الإخراج مما يؤدي للإمساك، وهذا بروحه شعور بالضيق والقلق. والدهون هل ممكن تلعب دور في التأثير على التوتر؟ نعم، لها دور كبير جدا الدهون. اللي هي الدهون أقصد بها الدهون المشبعة زي السمنة والزبدة والمشتقات الألبان الكاملة الدسم واللحوم الحمراء طبعا، هي تلعب دور كبير. إذا فأثبتوا إنه اللحوم اللي بياكل اللحوم أكثر بكميات كبيرة إنه هرمون الأدرينالين بيرتفع، فهو الهرمون اللي مسؤول عن الإحساس أو الشعور عندنا سواء كان فرح أو حزن أو قلق أو توتر، لكن في هالحالة بيكون توتر. ما في أصدق من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، المعدة بيت الداء. يعني شفنا اليوم الأكل اللي ناكله ممكن يسبب لنا مشاكل صحية جسمانية، ولكن أيضا ممكن الأكل يلعب دور في توترنا. زين، الحين شو الأشياء اللي تزيح التوتر عنا؟ نعم، في بعض الأطعمة فعلا تقلل من حدة التوتر. جميل. بنلقاها في بعض من أنواع الفواكه والخضروات زي البرتقال مثلا. أيوة. المشمش. والمشمش. نعم. التونة. الأسماك زي السلمون لأن فيها سيلينيوم، وكذلك الخضروات الورقية. جميل. كلها بالإضافة إلى اللبن ومشتقاته أو الألبان ومشتقاتها، والبيض لأنه فيه شيء اسمه التريبتوفان اللي هو نوع من الأحماض الأمينية، فهذول الاثنين السيلينيوم والتريبتوفان هم مكون رئيسي في هرمون السيروتونين اللي هو بيتحكم السعادة. نعم، بيتحكم في اعتدال المزاج. يا سلام، يعني نعم. شوية بيض مع خضرة ترتب لنا الأمور مع الأسماك إلى آخره. نعم. الموز يهدي، يعني نعرف إنه ينشط، ممكن يهدي لأنه فيه بوتاسيوم عالي. اي البوتاسيوم يلعب دور. نعم. جميل. الان عرفنا. بعد الناس تسال يقول لك لما اكون متوتر اعطني شوكليت ممكن يهديني، صح هالكلام؟ غلط، لانه يعني هذا الشوكليت بيهدي اليوم ولا لا؟
لا ما بيهدي طبعا، لأنه قبل شوية ذكرنا القهوة والكافيين. جميل. والغازيات، فهي تحتوي على هذا الشيء. يعني. إذا ينطبق عليها نفس اللي ينطبق على القهوة. نعم. ممكن تعطي شعور بالهداوة، لكن هي في الحقيقة صحيح. توترة. صحيح. فهي كمان تحتوي على سكريات أحادية، تحتوي على دهون، وكلها ذكرناها سابقا. سبحان الله. هذا بالنسبة للشوكليت. الآن بعد مثل ما تشوف المسلسلات والأفلام، لما واحد يكون معصب في مشهد ما، المحقق أو شيء يقول له أجيب لك ليمون بالنعناع عشان يهدأ. نعم. هل في علاقة بين الهدوء وعدم التوتر مع الليمون بالنعناع؟ احنا ذكرنا سابقا انه الخضروات الورقية من الاشياء اللي تقلل حدة التوتر، والنعناع يعتبر من الخضروات الورقية. جميل. والليمون مضادات اكسدة، فهو نفسه نفس البرتقال، فيهدي. يهدي. نعم. جميل. الان عرفنا الاشياء اللي ممكن تجيب لنا التوتر والاشياء اللي ما تجيب لنا التوتر وتهدينا. اخيرا في نصيحة تقولينها للاشخاص المتوترين، شو نقول لهم؟ أقول لهم ابتعدوا عن الأطعمة اللي بتسبب التوتر، أو تجنبوها أو قللوا منها. حاولوا يمارسوا الرياضة، لأنها تلعب دور كبير في المزاج وتقلل من حدة التوتر. يحاولوا يناموا ساعات كافية من 6-8 ساعات تقريبا. أي نوع من أنواع مثلا الترفيه زي ما قلت، رياضة، لعب أو أي شيء. جميل. يحاولوا أنه يضحكوا، أنه يفضفضوا. فبقول لهم يعني فضفض وألعب وكل صح ونوم.